إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فأما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وكثرة مخافته، حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من سر الله في الخلق أن أبرز التنوع من أصل واحد. يخبرنا القرآن أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا شيئا واحدا، كانت السماوات والأرض مادة واحدة مجتمعة، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فتق بعد رتق، تفريق بعد اجتماع، تعددت العناصر لتجتمع تحت ظل قوانين فيزيائية في مواد مختلفة وذرات مختلفة. المادة واحدة، فتعددت أشكالها، وكأن الله فرق الأشياء ونوعها ليجمع بينها في قوانين مختلفة تؤدي إلى تنوع في المادة، ذرات متعددة وجزيئات متعددة، ومن مادة جامدة إلى مادة عضوية، ومن المادة العضوية إلى مادة حيوية، فأخرج الحي من الميت، وجعلنا من الماء، والماء مادة جامدة، كل شيء حي، وجعل الحياة أصلها واحد وأشكالها أيضا متعددة كتعدد أشكال المادة وعناصر المادة. الحياة واحدة كمعنى، لكن أشكال هذه الحياة لا تعد ولا تحصى. ثم أخرج من هذه المادة الحية الحيوان، ومن بين الحيوان الإنسان، لأنه يشترك مع الحيوان في المادة البيولوجية. ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ثم ميز الإنسان بخصوصيات من بين مجموعة الحيوان، وجعل أيضا أصله واحد. خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هناك إنسان أول انفصم عنه زوجه، وانبثق عن هذا الإنسان أشكال من الإنسانية. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فرق لجمع، تنوع ليتعارف الناس ويلتقي الناس. فالتنوع من مقاصد الخلق فيه أن يجتمع هذا التنوع، لا ليتنازع، لأن لا معنى للجمع إن لم يكن هناك فرق، ولا معنى للعلاقة إن لم يكن هناك اختلاف.
فالاختلاف غير مقصود في ذاته، بل هو مقصود وسيلة، أما الغاية هو اجتماع العناصر المادية والعناصر الحيوية والعناصر البشرية المتعددة فيما بينها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أبعدكم عن العدوان، لأن التقوى وضد العدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن إذا كان هناك تشابه وتماهي تام لا يكون هناك اختلاف، وبالتالي لا يكون هناك أمر بالاجتماع، بل من المستحيل أن تكون هناك أخلاق أصلا التي من أجلها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخلاق تجمع، هي بالنسبة للإنسان وللبشرية كقانون القوة بالنسبة للمواد أو المادة الفيزيائية. لا مغال ستون انفخص، يتجمع الأخلاق تجمع. فالله فرق الناس ليجتمعوا، هذا قصده، لا ليتنازعوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى ضد العدوان، والعدوان يؤدي إلى الفرقة. إذن من مقاصد الخلق اجتماع الناس على اختلاف أشكالهم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فهون عليك وأرح نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ليس لك من الأمر من شيء، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كذلك أصل الدين واحد، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين. لماذا؟ لأن اختلف دينهم، اختلف جنسهم، وتنوعت ثقافاتهم، وكذلك تنوع دينهم، مع أن أصل الدين واحد، دين آدم هو الذي علمه لأبنائه، لكن على مر الزمان تشعبت الأديان، ولذلك بعث الله النبيين. فمنهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، والذي آمن تفرقوا أهل الكتاب، يهود نصارى مسلمين، وداخل كل ملة افترق الناس على مذاهب. إذن التنوع حتم، لا ينبغي إلغاؤه، لأنه ليس مطلوبا من الإنسان إلغاء الاختلاف أصلا. مطلوب هو أن تتفاعل مع هذا الاختلاف، وأن تجمع لا تفرق. تعالوا إلى كلمة سواء، هذا داخل أهل الكتاب، ومع الآخرين أوفوا بالعقود، العلاقة لتعارفوا، هذا هو القانون بين الإنسانية، ثم القانون بين أهل الأديان السماوية. كلمة سواء، أن لا نعبد إلا الله، إذن هناك اختلاف، لكن القصد منه شريعة. القدر هو الاختلاف، أما الشريعة تريد أن تجمع. فكل قراءة دينية خاصة بالشريعة الإسلامية التي تؤدي إلى ضد هذا المراد، يعني أن تجمع الناس على تنوعهم بطريقة أو أخرى، لا ينبغي أن يقحم في الشريعة الإسلامية بحال. وكما تقول القاعدة الفقهية، المسلمون عند أو على شروطهم، وهذه القاعدة تستند إلى حديث رواه الترمذي. الشرط هي العلاقة التي تجمعك مع المسلم ومع الآخر، لأن حتى داخل الإسلام تعددت الأجناس واللغات والمذاهب الفقهية والعقائدية، ثم ذلك اختلفنا مع الآخرين، ولا بد من قانون يربطنا به مع الآخر لنجتمع. ذلك بأن الله يريد أن يجمع، والشيطان يريد أن يفرق. كل شيء يؤدي إلى الفرقة فهو عمل الشيطان،
يفرقون بين المرء وزوجه. عمل الشيطان هو أن يرى الإنسانية تتقاتل، ليس فقط إضلال المؤمنين، لا، إنشاب الحروب. بعض الناس يقول لك الشيطان فقط خدام غير مع المسلمين، لا، خدام مع الإنسانية. لا يرتاح حتى يرى الناس متنازعين، مؤمنين أو غير مؤمنين. فكل عمل يؤدي إلى فرقة أو إلى نزاع ليس من الشريعة إلا عند الضرورة. لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيته فاثبتوا. لا يتمنى النزاع، لكن في بعض الأحيان النزاع يأتي من الآخر، لا ينبغي أن يأتي على كل حال من المسلم، هم بدأوكم أول مرة. أما نحن تحكمون قوانين، أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، أوفوا بالعقود. وبالتالي هذا التنوع هو مراد الله من الخلق قدرا، ومراد الله شرعا أن نجتمع مع الآخرين كمؤمنين، لأننا نقرأ القرآن ومن القرآن نستمد هذه القاعدة. يعني مردنا ومرجعنا هو كتاب الله، من هنا فهمنا أن الله أراد من جانب الاختلاف، ولكن القصد من الاختلاف هو الاجتماع لا النزاع. يعني كثيرا ما يتكلم الناس عن مقاصد الشريعة، هو شيء جيد، لكن إذا تكلمنا عن مقاصد الشريعة ونسينا مقاصد الخلق تكون مقاربة ناقصة. فكل شيء يجمعك مع الآخر المختلف هو من قصد الله من هذا الاختلاف. وهذا الاختلاف حتى في الإنسان مع نفسه، قد يختلف الإنسان مع نفسه. ولذلك الصوفي يقول الجمع، يعني يجتمع الإنسان على الله مع نفسه. ولذلك النزاع قائم داخلنا أصلا، ولا بد أن نجمع أنفسنا على أنفسنا ثم نجتمع مع الآخر. فإذا طبقنا هذه القاعدة على وضعنا نحن في الغرب وفي فرنسا، ونحن نعيش مع غيرنا، أولا نحن مختلفين داخل هذه الطائفة بحكم أصولنا، أصل مغاربي، أصل شرقي، أصل إفريقي، أصل هندي، شعوب، ثقافات، أنمطة ثقافية مختلفة، لكن يجمعنا دين واحد. نجتمع على أن الله واحد لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وأن الصلاة واجبة، هذا يجمعنا. لكن هناك اختلافات ينبغي أن نبحث أولا على نقطة الاتفاق قبل الاختلاف، المشابهة قبل المخالفة. لا يمكن لك أن تبني علاقة مع الآخر بمبدأ المخالفة المبدئية، لا بد أن أخالفك حتى لا تبدأ بالله. ملة أبيكم إبراهيم، هذا الدين الذي أتى به الرسول، يقول يا عرب هذا الدين ليس جديدا، هو دين أبيكم. ثم مع أهل الكتاب تعالوا إلى كلمتي، دائما نقطة الالتقاء مهمة جدا، هذه في العلاقة الأخلاقية تبدأ، لأنه لا يمكن التواصل مع إنسان تبدأ معه بأن أخالفك، يعني قطعت كل حوار أصلا. تعالوا إلى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا النبي يقول للكفار تعالوا نتكلم، نتحدث حول الحقيقة، ربما نحن في ضلال، ربما أنتم في ضلال، لكن إذا أتيت إنسان تقول أنا في الحق، أنا على الحق وأنت على الباطل، يعني أي حوار وأي علاقة وأي. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ربما عندي شوية الحق وكذلك أنت عندك قسط من الحق، فلنبحث عن نقط الالتقاء. وعلى كل حال أنت لا تحتاج على أن تحافظ على الاختلاف، لأنه طبيعة وقدر حتمي، لا تحتاج أن تنظر إلى الاختلاف، نحن نحتاج أن ننظر إلى الاتفاق، أن نأتلف. أما الاختلاف فهي طبيعة كونية، لونتروبي، يعني الطبيعة تذهب إلى الفوضى أصلا،
الاجتماع يحتاج إلى قوة لنجتمع مع الآخر. ونحن هنا في الغرب وفي فرنسا نعيش مع غير المسلمين، وغير المسلمين طوائف، يهود، نصارى، لا أدريون، ملاحدة، بوذيون، وهم كذلك يعيشون معنا. هل تقول والله أنا لست في بلد إسلامي؟ هل شرط الله عليك أن تكون في بلد إسلامي حتى تكون مسلما؟ الأرض لله، والكون لله، والبشر لله، وأنت تعبد رب العالمين ليس رب المسلمين. دينك أوسع من أن تضيقه في فضاء أو في إثنية أو في، والخلق خلق الله، هكذا ينبغي أن تنظر إلى الآخر الذي ليس ضرورة يعتقد اعتقادك. تحكمنا منظومة سياسية واحدة، الجمهورية، بقوانينها، وأنت قبلت أن تأتي إلى هذه البلاد إما زائرا وإما مستوطنا وإما متجنسا. على كل حال أنت في هذه البلاد بعقد، كيفما كان هذا العقد ينبغي أن تحترمه، لأن تحترمه مبدأك أصلا هو الذي ينظم العلاقة، علاقتك مع الآخر، فأنت منسجم تماما مع الشريعة الإسلامية. يلا مش الشريعة الإسلامية، أنت منسجم مع مراد الله، لأن بعض الناس يعبدون الشريعة من دون الله، يعني يعبدون المذاهب، قال فلان، هذه آراء محترمة، لكن ماذا يريد الله منا هنا الآن مع الأقدار ساقتنا إلى هذا التاريخ وإلى، ما المراد من هذا الوضع؟ ماذا يريد الله أن يقول لنا من هذه الحالة؟ كيف نعبد الله بين قوم يخالفوننا في المعتقد؟ هذا سؤال. هل نقصي؟ هل نقتصي؟ هل ننزوي؟ هل ننعزل؟ هل ننكمش على الذات؟ أم ننفتح على الآخر؟ أنا مسلم لكن أعيش مع الآخر بمبادئ الكونية، وأخلاقي مع المسلم كأخلاقي مع غير المسلم، لأن يعني عقد المواطنة يلزمك. فهناك أخوة قومية فرنسية، وهناك أخوة إنسانية، وهناك أخوة روحية دينية إسلامية تقتسمها مع المسلمين، لا تناقض. فأنت إنسان وسط الإنسانية، تختلف لكن تبحث دائما عن نقط الالتقاء مع المجتمع، لا تعزل نفسك عن المجتمع، حاول أن تبحث لك طريقة أو أخرى بذكائك وما حبك الله من حكمة أن تجد نقطة التقاء مع الآخر كي يتعرف على خصوصيتك. لأنك إذا بدأت بالقطيعة حرمت الآخر أن يتعرف إليك، وواجب عليك أن تتقرب إليه كما تقرب الله إلينا. الله سبحانه وتعالى من وراء سبع سماوات، وهو في غيب الغيب يكلمنا بلساننا، ويبعث لنا رسولا من لساننا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي. الله ورأسه يأتيك، يتقرب إليك ويتعرف إليك بما تعرفه أنت من نفسك من صفات الحكمة والقدرة والمشيئة. كذلك تصنع مع غيرك أن تتقرب إلى الآخر بحكم عقيدتك ودينك وأخلاقك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.